تقديرا لروعة اللوحة الفنية أو التيفو الذي رفعه جمهور الرجاء الرياضي في مباراة الرجاء وحسنية أكادير نهاية الأسبوع الماضي، نظمت السفارة البرتغالية بالمغرب حفلا على شرف ألترا إيجلز صانعة التيفو خلال احتفال الرجاء الرياضي رسميا بتتويجه بطلا للمغرب لهذا الموسم، وذلك بعد إجراء الجولة 30 من الدوري الوطني. الألترا اختارت رفع التيفو بألوان البرتغال اعترافا بالمجهودات الكبيرة والعمل الجبار الذي قدمه المدرب البرتغالي جوزيه ماو للقلعة الخضراء. يذكر أن ألترا إيجلز تعتبر واحدة من أبرز الألترات بالمغرب.